بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد، وفي انطلاقة جديدة أعلنت على بركة الله انطلاقة الشوط السادس عشر للقعدان الإجذاع المهجنات لفئة الانتاج والمنتجين. نرحب بكل الشعارات، نرحب بكل الأسماء الحاضرة والمتواجدة مباشرة مع المركز الأول، لأتابع انطلاقة النداوي حمد بن محمد بن فهد العجمي يقدم شعاره، بينما المركز الثاني الصيفر هو القادم سالم بن سعيد بن سليم الدرعي يقدم لصيفر مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع مشعل راشد بن خليفة المر النيادي هو الحاضر. المركز الرابع القادم ناصي خليفة بن محمد اليماحي هو القادم في هذه اللحظات. المركز الخامس أتابع الفايز محمد بن سويد بن قشمان المنصوري يقدم لنا شعاره. المركز السادس القادم راهي ناصر بن محمد الدحبة الحسيني العفاري هو الحاضر. المركز السابع الواضح الواضح علي بن سعيد بن مصبح النعيمي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثامن أتابع منذر عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري هو القادم في هذه اللحظات. المركز التاسع مرحبا بالقادم أتابع الشامخ حياب بن مطر بن سعيد بن حضير من اكتبي هو الحاضر. المركز العاشر وافي وافي عوض بن محمد بن سعيد الاعفاري. هكذا هو الانطلاق، هو النداء الاول للعشرة النجوم المتقدمين الباحثين عن الفوز. نعود والعود احمد الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى الصدارة في هذه اللحظات. لصفر لصفر سالم بن سعيد بن سليم الدرعي يقدم لنا شعاره مع المركز الاول، مع الصدارة الأولى في هذه اللحظات. ينطلق لصفر لصفر وإنجازاته، بينما المركز الثاني أتابع مشعل راشد بن خليفة المر النيادي قادما النيادي مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الفايز محمد بن سويد بن قشمان المنصوري يقدم لنا شعار، وايضا الواضح علي بن سعيد بن مصبح النعيمي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع في هذه اللحظات القادم راهي ناصر بن محمد الدحبة الحسيني العفاري هو الحاضر، بينما بن بيشان مع المركز السادس. وأتابع الأسماء القادمة أحضرت شعارات ليتقدم منذر عمير بن هلال بن عمير المنصوري، ايضا القدوم من وافي عوض بن محمد بن سعيد الاعفاري، والقادم وتابع مبشر برغش بن طبازه بالدوده العامري. رغش بن طبازه بالدوده العامري هو القادم، ايضا احضرت اسماء، احضرت وتقدمت. وصل سايد محمد بن فهم بن محمد بن سلطان الاكتبي، وايضا ادهم خليفه بن عبد الله بن منينه الشامسي. ركز يا جاسم يا بن سالم يا الوهيبي، اعود الى الصداره. الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، ما زال
صفر مع المركز الأول سالم بن سعيد بن سليم الدرعي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. القادم الفايز محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. بدأت المعركة، بدأ الصراع ما بين الكبار ما بين العمالقة، ولكن الحضور الواضح قادم بكل قوة. علي بن سعيد بن مصبح النعيمي أدهم مع المركز الرابع، خليفة بن عبد الله بن منينة الشامسي، جاسم بن سالم الوهيبي أحد الأبطال أحد المبدعين. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة في هذه اللحظات. الله على الواضح الواضح علي بن سعيد بن مصبح النعيمي، ولكن الفايز محمد بن سويد الفايز والواضح، ولكن الواضح الواضح سلام يا مالك الواضح سلام علي بن سعيد بن مصبح النعيمي. عرض الكبار عرض العمالقة سلام يا الواضح سلام سلام يا النعيمي على هذا الفوز. المركز الثاني كان الفائز محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، المركز الثالث لصيفر سالم بن سعيد بن سليم الدرعي، والمركز الرابع أدهم خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، والمركز الخامس وصل مع المركز الخامس المغزل أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. إذن الواضح كان واضحا للجميع بهذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك الواضح علي بن سعيد بن مصبح النعيمي. 7:35 ستة أجزاء من الثانية كان توقيت الواضح. تهانينا والناموس. المركز الثاني الفائز محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. مبارك تهانينا والناموس. توقيت الزمني 7:37 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث إلى الصيفر سالم بن سعيد بن سليم الدرعي. توقيته الزمني 7:39 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. تحيتنا مستمرة مشاهدينا.